يعني معانا دلوقتي احنا زي ما وعدنا برضو ان احنا لما ترجع لنا المكالمات هنرجع ونتواصل معاكم بالنسبه لاصحاب الحالات الانسانيه اللي بعت لنا على الصفحه. وانا عارفه ان في يعني مجموعه كبيره قاعد يعني بعت لنا من فتره، واحنا هنحاول حاله ورا الثانيه يعني نتكلم معاكم كلكم باذن الله ونلبي احتياجاتكم. معانا حاله الحقيقه برضو محتاجين نسمعه، ويعني هنخلينا نقول حاله انسانيه يعني برحب بحضرتك، اتفضل قول لنا ايه المشكله اللي عندك. استاذ سمير. ايوه فندم. ايوه دكتوره منى. طيب اتفضل قول لنا ايه المشكله حضرتك اللي عندك. انا حضرتك، انا اسمي سمير من الجيزه، وانا من اسره بسيطه جدا ومريض سرطان وعامل عمليه بتر في الركبه. فحضرتك احنا معانا قاعدين في الشقه هنا مشتركه، وشاركنا في الشقه غير مسيح وكده، ففي مضايقات كتير جدا. يعني انتوا قاعدين في شقة مشتركة مع أسرة غير مسيحية؟ أيوة يا فندم، وفي مضايقات كتير في الشقة وكده ومشاكل. يعني الشقة دي عبارة عن أوضتين مثلا، انتوا واخدين أوضة وهم أوضة ولا ده؟ أيوة يا فندم، والصالة مشتركة والحمام مشترك. طيب ليكوا قد إيه على الوضع ده يا أستاذ سمير؟ لا أنا من يعني كان أبويا من زمان قاعد في الشقة دي. وجيت توفى وسابنا احنا بقى فيها، والمشاكل زادت، وانت عارفه النفوس اتغيرت وكده. يعني انتوا من زمان كاسره انتوا كام حد؟ يعني كام شخص؟ احنا اربع ولاد ووالدتي. وكلكم مع بعض يعني الاوضه؟ أيوة والشقه عباره عن اوضتين؟ ايوه فندم. ايوه دكتور. ومن وقت والدك الله يرحمه وانتوا كنتوا عايشين نفس العيشه؟ نفس العيشه بقى بتاع حوالي فوق ال 30 سنه كده. بس من ساعه ما والدي توفى والمشاكل زادت بقى. انتوا مش قادرين يعني تأجروا شقة لوحديكوا؟ لا حضرتك، هو في ربنا مدبر في شقة وكده، بس هي محتاجة تشطيب توضيب لأن هي لسه مش متوضبة خالص. يعني نشكر ربنا دلوقتي في شقة، بس المشكلة انها على اللي هي بيسموها على الطوب او على المحارة. ايوه يا فندم كده. حضرتك محتاجة قد ايه تقريبا عشان تتوضب؟ صدقني محتاجة يعني مبلغ كبير، وانا الحقيقة يعني زي ما حضرتك يعني قول مثلا اللي هو التشطيب العادي قوي. العادي اول مثلا في حد قال لي ممكن نلم المحارق الحاجات دي يعني كده، تكلف من 40 ل 50 الف جنيه على اساس تبقى ادميه ان انت تقعد بس فيها وكده. بالظبط، يعني خلينا نبتدي بكده، وطبعا لو ربنا اكرم بانه يكون في اكتر من المبلغ ده 40 او 50 الف جنيه، واللي حابب برضو انه يبقى في اكتر، بحيث حضراتكم عارفين يعني المعروض في السوق مختلف الاسعار، اللي هو اقل حاجه خالص زي ما بيقول سميره هو 40 50 الف. طبعا لو جه اكتر ربنا يكمل وتبقى فيه الامور احسن بكتير. ولو المبلغ ده موجود تنقله في خلال يعني ممكن تخلص في خلال قد ايه؟ ممكن في خلال شهر شهر ونص ننقل على طول، او شهر مثلا يعني ايه التوضيب بس. طيب والف سلامه طبعا ليك. يعني انتوا كل الاحتياج ان انتوا الشقه اللي ربنا اكرمكم بيها دي دلوقتي كل الحكايه ان احنا عايزين نشطبها عشان تقدر تعيش فيها عيشه ادميه. وبالنسبه للعلاج ربنا بيدبره وكده، والمصاريف يعني الحمد لله ربنا يعني الحمد لله. انت مش بتشتغل حاجه ولا حد من اخواتك؟ مع حضرتك انا عندي عضله القلب تعبت بسبب الكيماوي انا كنت باخده. تمام. عشان خاطر اخدت علاج كتير كده، والاخر برضه عملت عمليه بتر في الركبه في رجلي اليمين. طيب لما جت عضله القلب تعبت الدكتور قال لي مش هينفع نشتغل عشان. واخواتك اعمارهم ايه؟ في 8 وفي 12 وفي 14 سنه. يعني اخواتك صغيرين، فما فيش غيرك انت اللي ممكن ان انت كنت تقدر تشتغل، لكن نتيجه لظروفك الصحيه ما انتش قادر. يا دكتوره. ربنا يتم شفاك يا رب ويديك الصحة، وبإذن الله أنا واثقة إن المبلغ ده هنقدر ندبره بإذن ربنا من خلال مشاهدينا يعني فعلا اللي بجد يعني بتلاقي استجابة رائعة جدا جدا، يعني بجد استجابة بتبقى جميلة وسريعة. فبإذن الله بإذن الله يا سمير ربنا يرتب، وفي أسرع وقت يعني مجرد ما المبلغ يتجمع هنبعته لحضرتك على طول. ربنا معاك وربنا يمد ايده بالشفاء ويكون مع والدتك واخواتك طبعا يعني اعمارهم كده في سن الدراسه. ربنا معاك استاذ سمير.